في أمراض كتيرة إحنا طبعاً ممكن نكون تعرضنا إلى بعض منها في حياتنا، ابتداء من دور البرد اللي بيجي لك مرة أو مرتين في السنة. أمراض كتيرة بتكون بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، ومن أحد أعراضها بيكون السعال. ومن الأمراض دي طبعاً إحنا عارفين في أمراض تخص الجهاز التنفسي العلوي، زي مثلا دور البرد اللي بيجي لنا مره او مرتين في السنه، ده اسمه كومن كولد. الكومن كولد ده من احد اعراضه السعال، بس مش شرط. دور البرد اللي بيحصل لك ده بيبدا ورا الانف، يعني بيجي لك احتقان كده في الاول ورا الانف، جميل، بعدين بيسبب لك رشح ويسبب لك عطس وكده. ممكن لو مناعتك لسه ما سيطرتش عليه يروح نازل على الحلق بتاعك، يعمل لك حاجه اسمها سور ثروت. سور ثروت اللي هو تحس كده ان زورك مجروح ومش عارف تبلع، مناعتك سيطرت عليه، بيقف دور البرد لحد هنا، ما سيطرتش بيكمل وينزل لجهازك التنفسي السفلي. وهنا بتبتدي اعراض السعال في دور البرد، بتبتدي بسعال جاف، يجيلك كحه ناشفه في الاول، بعد 48 ساعه بتتحول الكحه الناشفه دي لكحه رطبه او اللي هي بيبقى فيها افرازات زي البلغم، وبعد كده بيتم السيطره عليه دور البرد ده عن طريق أدوية أو عن طريق جهازك المناعي يكون اوريدي سيطر على الوضع. فدور البرد الكومن كولد اللي بيجي لك ده طور من أطواره ممكن يكون السعال. فلك أن تتخيل أنت جالك دور برد، خدت مهدئ للسعال، بس جسمك لسه عنده طور من أطوار البرد شغالة، وأنت بس عالجت العرض. هو ده اللي أنا بحاول أقوله لكم، ما تستسهلوش. فأي مرض بيجي لك عرض من أعراضه السعال، أرجوك زور أقرب دكتور وشوف المشكلة أصلاً إيه، لعل الموضوع يكون خطر وإنت بتقلله بإن إنت يعني بتستسهل وتاخد دواء للسعال. من الأمراض كمان البسيطة اللي ممكن تسبب لك السعال التهاب الجيوب الأنفية. لك أن تتخيل الجيوب الأنفية دي عبارة عن باكتس كده أو جيوب في الجمجمة بتاعتك أو في ورا الأنف ورا العظم بتاع العين، بتبقى متغطية بأغشية مخاطية. فالأغشية المخاطية دي بتطلع مخاط، إفراز مخاط كده. لو المخاط ده زاد بينزل في جهازك الهضمي، ساعات تلاقي كده في إفرازات في ريقك، وساعات بتنزل في جهازك التنفسي، فبالتالي ريفلكس لي برضو ردة فعلك تروح كاحح على طول في دور التهاب الجيوب الأنفية، ساعات بيتطور إلى سعال كمان. فبرضو أنا لازم هنا أركز في المرض، أنا عندي التهاب في الجيوب الأنفية، إذا لازم أخد أدوية لعلاج الجيوب الأنفية وما استسهلش أخد دواء كحة بس. مش بس الجيوب الأنفية، ده كمان في أمراض الجهاز بقى التنفسي السفلي اللي هي ممكن تكون التهاب الأزمة مثلا. الأزمة في ناس عندها مشاكل في تغيير الفصول، عندهم حاجة اسمها هاي فيفر أليرجي، نتيجة لتطاير حبيبات اللقاح في الجو وكده، فبيجي لهم لما بيستنشقوا حبيبات اللقاح دي بيجي لهم حساسية بتسبب لهم ضيق في التنفس وي وي وي. وكمان بيجي لهم مشاكل سعال ليلي، بيجي لهم سعال ليلي، الناس اللي عندهم أزمة دول بيجي لهم سعال ليلي، فبرضو دي مشكلة لازم أتوخى الحذر فيها. التهاب الشعب الهوائية بلا شك بيسبب سعال. مرض التيوبركيلوسيز وهو مرض السل بيصيب الرئتين وبيعمل فيها التهاب فظيع جدا، والسعال بتاعها كمان ما بيكونش عادي، ده كمان بيكون مصطحب او محمل بالدم، علشان مرض السل ده مرض خطير شوية ومرض مزمن، بيحصل مع حاجة اسمها هيموبتسيز او بيبقى في الافرازات بتاعة الكحة بيبقى فيها لون الاحمر كده. فطبعا قدر الله لو في اي حد عنده مرض السل ما يستسهلش ويروح ياخد علاج، والحمد لله حاليا علاجات مرض السل متوفره جدا بالاقراص في الدول كلها مش في مصر بس. التهاب رئوي كمان من الامراض اللي من احد اعراضها السعال، وبيبقى مميز جدا السعال بتاع الالتهاب الرئوي. كمان امراض كتيره زي الفلورال ديزيزز، مالجنسي، امراض سرطانيه، سلام وقول من رب الرحيم، امراض كتيره جدا بيكون احد اعراضها السعال. امراض جهاز تنفسي، وكمان مش لازم يكون جهاز تنفسي. لو تفتكروا احنا اتكلمنا زمان في حلقه من حلقات الموسم الاولاني عن ارتجاع المريء، لك ان تتخيل ان ارتجاع المريء قلنا ان هو الحامض المعوي
بيتحرك من مكانه الطبيعي اللي هو موجود فيه اللي هي المعدة، يتحرك عن طريق البلعوم، عن طريق المريء، لحد ما يوصل لحد البلعوم، فبتحس بحرقان نتيجة الحامض ده، مادة كاوية، فممكن حتى يبقى صوتك مبحوح عشان هو بيعمل التهاب في الأحبال الصوتية وبيعمل التهاب في الزور، فبتحس ان في حرقان في زورك لا إراديا بتبقى عايز تكح عشان تطرد المادة الكاوية اللي في زورك دي. فمريض ارتجاع المريء والتهابات جدار المعدة ممكن يجيله سعال، لك أن تتخيل ده مرض في الجهاز الهضمي، أنت عندك ارتجاع مريء والتهابات في جدار المعدة ورحت خدت دواء كحة في الآخر، لك أن تتخيل. فأرجو زي ما هتلاقوني بكرر في الحلقة دي على طول، السعال هو عرض، أرجوكم ما تستسهلوش وتاخدوا مهدئات للسعال وخلاص.